السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. لهذا اليوم سوف نتحدث عن التمرين 1-2، يعني الوحدة الأولى اليونت التمرين الثاني، الوحدة الأولى التمرين الثاني. هنا عندنا محادثة ولازم احنا نكملها. الجملة الأولى هو قايل what he is doing، مضارع مستمر. طبعا ال what راح ننزلها الفاعل، يعني what فعل مساعد is are am، خلينا is الفاعل he، والفعل do خلينا له ing. الجملة الثانية صارت what is he studying، طبعا هذا هو الحل، صارت الجملة what is he studying يعني شنو هو يدرس، what is he studying، يعني هذه هي النقطة، هاي what بس راح نخلي what is he studying. زين، الجملة اللي بعدها يعني ال what is وال he وstudy خلنا لها ing. هنا هو السؤال راح يصير is he enjoying. الحل راح يكون is he enjoying. مثل ما اشوف هذا الحل قدامك. نجي على رقم 2، عندنا your new job go، طبعا هذا الحل انا اللي عندي هو حل الكتاب، راح يصير how is وراها is your new job going. ليش خلينا الاس؟ لان your new job هذا كلها الفاعل، هذه مفرد، your new job مفرد، خلينا is وخلينا go و ing. النقطة الثانية صارت it is getting خلينا لها is وخلينا getting، لان هي اصلا مو سؤال. راح تقول لي شلون عرفتها سؤال؟ هنا عندك علامة الاستفهام. وعندنا فرع بي not، يعني he is not enjoying. هذه الجملة راح تصير he is beginning، يعني آخر جملة راح تصير he is beginning. هذا الاختصار مالتها. إذن كل فكرة التمرين رتبنا جملة مضارع مستمر، ومرات اخوان يعني نفس الزمن نفس الفكره يربط لك بزمن اخر، يعني يجيب لك جمله منه ويجيب لك جمله بغير زمن ويريد من عندك انت يعني توضح او تختار الجمله يعني المناسبه، تختار الجمله المناسبه. شوفكم خير، ولا تنسوا تشترك بالقناه وترسل هاي الفيديوهات لزملائك الطلبه.